My name is Grace. I am your English teacher. My name is Grace. What is your name? شو اسمك؟ شو اسمك؟ كيف منجاوب أصدقائي؟ تعلمنا نقول My name is وحطوا اسمكم محل اسمي. My name is Shadi. My name is Sherbel. My name is Sarah. حطوا اسمكم محل اسمي. How old are you? How old are you? قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ I am 5 years old. 1, 2, 3, 4, 5 years old. أو 6, 7, 8, 9, 10. I am 10 years old. Where do you live? Where do you live? وين بتعيش؟ وين بتعيشي؟ إذا كنتوا عايشين مثل بلبنان منقول I live in Lebanon. أما إذا عايشين بسوريا I live in Syria. Excellent. أو I live in Iraq. يعني في العراق. بعد سؤال What are your hobbies? شو هي هواياتك أو هواياتك؟ فينا نقول I like reading. المطالعة. أنا أحب المطالعة. أو I like writing. الكتابة. I like playing the piano. العزف على البيانو. حطوا هوايتكم وكملوا الجملة. خلينا مثل ما تعودنا هلأ نعمل مراجعة لأيام الأسبوع. مين صار يعرفهم بالإنجليش؟ خلينا نقولهم مع بعض. منبلش بأول يوم. الاثنين Monday. الاثنين Monday. Tuesday الثلاثاء. Tuesday الثلاثاء. Wednesday الأربعاء. Wednesday الأربعاء. Thursday الخميس. Thursday الخميس. أما Friday فهو نهار الجمعة. Friday. Saturday السبت. Saturday. وآخر يوم Sunday الأحد. Sunday. خلينا نقولهم مع بعض. منبلش بأول يوم Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Excellent. بديكم تقولون معي. صرنا نعرفهم كتير منيح. أما هلأ فبدنا نشوف الطقس. How is the weather today? How is the weather today? كيف حال الطقس اليوم؟ طلعوا لبرا منيح. في شمس؟ مشمس الطقس يعني sunny. منقول it is sunny today. It is sunny today. إذا كان مشمس. أما إذا كان ممطر وفي مطر عم يتساقط منقول it is rainy today. It is rainy today. أما إذا كان ساقعة كتير وفي تلج منقول snowy. It is snowy today. وآخر شيء عنا cloudy. مين بيتذكر شو يعني cloudy؟ cloudy يعني غائم. الطقس غائم. إنه غائم. فإذن sunny, rainy, snowy وcloudy. sunny مشمس, rainy ممطر, snowy مثلج وcloudy غائم. برافو أصدقائي، أنا كتير مبسوطة منكم. هلأ رح نسمع لأغنية اليوم. Let's listen to the song. أنا برجع لكم بالفقرة التالية. Hello, hello. Good morning, my friend Peter. Good morning, my friend Sue. How are you, my friend Peter? Tell me, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I am fine too, thank you. How old are you, Peter? I am 6 and you. I am 6 too. Woohoo, woohoo, woohoo! اليوم أصدقائي بدنا نعمل مراجعة. شو يعني مراجعة بالإنجليش؟ مين بيتذكر؟ Revision. Excellent. تتذكروا الأضداد؟ Antonyms. اليوم بدنا نعمل لهم مراجعة وبدنا نكتب جمل sentences. خلينا نشوف مع بعض الأضداد يلي تعلمناهم من قبل. منبلش بأول ضد. بأول antonym عنا happy سعيد، عكسه أو ضده sad حزين.
فإذا happy عكسه ضده sad. happy سعيد، sad حزين. أما تاني ضد فعنا طول طويل، طول طويل، وضده short قصير، short قصير. بيرجع عنا big. مين بيتذكر شو يعني big؟ big يعني كبير. excellent. big كبير وعكسه small صغير، small صغير. فإذا big ضد small صغير. بيرجع عنا young. young يعني يافع، يافع. ضد old عجوز، old عجوز. فإذا يافع ضد عجوز عنا young ضد old. وآخر شي عنا strong قوي، strong قوي. ضد weak يعني ضعيف، weak ضعيف. strong قوي، weak ضعيف. هلا أصدقائي شو رأيكم مع بعض نجرب نعمل جمل sentences؟ منبلش بأول صورة. عنا أول وحدة happy سعيد. إذا بدي أقول أنا I am happy، شو يعني؟ أنا سعيد أو أنا فرح. بلش بI أنا am، نستخدم verb to be ومنكمل happy. خلينا نكتبها مع بعض. فإذا منبلش I am happy. I am happy يعني أنا سعيد. إذا بدي أكتب الضد تبعها شو بحط؟ I am sad. excellent يعني حزين. بحط I am sad ضد I am sad يعني حزين. I am sad يعني أنا حزين. ضد happy I am happy أنا مبسوط، أنا سعيد. وعكسه ضد I am sad حزين. هلأ ننتقل للضد الثاني، تاني أنتونيم. عنا طول وشورت، طول طويل وشورت قصير. إذا بدي أقول أنت طويل شو يعني أنت بالإنجليش؟ You. excellent. You are tall. أنت طويل. وعكسه You are short. أنت قصير. خلينا نكتبها. You are tall يعني أنت طويل. شو ضده؟ You are short قصير. You are short يعني أنت قصير. طول ضد short. ننتقل للأنتونيم اللي بعده، الضد اللي بعده. عندي young يافع و old عجوز. إذا بدي أقول هو يافع شو بقول؟ he. شو بستخدم مع he؟ بدي حط verb to be أنا. تتذكروا verb to be؟ I am، you are، he is، she is، it is. مع he بقول is. very good. he is young. young يعني يافع، هو يافع. إذا بدي حط أنا الضد تبعه بدي أقول إنه هو مش يافع، هو عجوز. شو بحط؟ he is old. excellent. he is old هو عجوز. ننتقل للأنتونيم اللي بعده، للضد اللي بعده. عندي strong قوي، weak ضعيف. strong weak. إذا بدي أقول هي قوية شو بقول؟ she. منبلش بشي شو بحط كمان؟ verb to be. بدي حط فعل بالجملة. verb to be بقول she am؟ no. she are؟ لا she is.
thought she is strong. يعني هي قوية. بس إذا كانت ضعيفة بدي أحط أنا العكس ضد قول she is weak. خلينا نكتبها مع بعض. She is weak. يعني هي ضعيفة. وآخر جملة بدنا نستخدم big كبير و small صغير. big كبير شو ضدها؟ small صغير. بدي أقول أنا إذا عم دل أنا على شيء على الطابة شو بستخدم؟ it. تذكروا منيح it بتدل على الشيء أو على الحيوان. بقول it is big. إذا عم قول عن الطابة إنها كبيرة. طابة شيء، شيء أو حيوان، نستخدم it. it is big وضدها it is small. فإذا أصدقائي انتبهوا منيح، خلينا نشوف مع بعض. عنا I أنا، استخدمنا I يعني أنا. you أنت أو أنتي. he هو وشي هي. وإت نستخدمها لندل على الشيء أو على الحيوان. إت للشيء أو للحيوان. استخدمت معهم للجمل verb. بكل جملة لازم حط فعل، لازم حط verb. هون استخدمت verb to be. I am, you are, he is, she is, it is. واستخدمت كمان الأنتونيمز الأضداد. عندي happy سعيد، شو عكسها؟ sad حزين. عندي tall طويل، شو عكسها؟ ضدها short قصير. عندي young يافع، ضدها old عجوز. عندي strong قوي، عكسها weak ضعيف. وعندي big كبير، عكسها small صغير. شفتوا كيف استخدمت الأضداد وعملت جمل sentences؟ بدي اياكم أصدقائي أنتوا لحالكم تجربوا تعملوا sentences. تستخدموا I, you, he, she, it, we, you و they كمان. تستخدموا verb to be وحطوا الأضداد مثل ما تعلمنا مع بعض. هلأ بترككم برجع لكم بالفقرة التالية. I am happy. أنا سعيد. I am sad. أنا حزين. You are tall. أنت طويل. You are short. أنت قصير. He is young. هو يافع. He is old. هو عجوز. She is strong. هي قوية. She is weak. هي ضعيفة. Pen قلم حبر. Pencil قلم رصاص. Ruler مسطرة. Sharpener مبرات. Book كتاب. Desk طاولة دراسة. Board لوح. خلينا هلأ نتذكر مع بعض فعل تعلمناه من قبل. شو يعني فعل بالإنجليش؟ verb. verb to have. مين يتذكر verb to have؟ مثل I have، أنا أملك. تتذكروا verb to have؟ خلينا نكتبه مع بعض. منبلش ب I. معكم ورقة وقلم؟ اكتبوه معي، خلينا نعمله مع بعض. منبلش ب I. I have يعني أنا أملك. I أنا have أملك. نرجع لنا you. you أنت أو أنتي. you have يعني أنت تملك أو أنتي تملكين. عنا هلأ هي وشي. مع هي وشي شو منستخدم؟ منقول have؟ لا منقول has. برافو أخذناها من قبل excellent. منحط he has
وشي هاس. منكمل هون. عنا هلأ وي يو وذي. وي يعني نحن، وي يعني نحن. يو تختلف عن هيدي، يو يعني أنت أو أنتي إذا كان عنا شخص واحد مفرد، أما إذا كان عنا شخصين أو أكثر منقول نستخدم اليو الثاني يلي هي يو الجمع، يو هاف. وعنا وي نحن كمان وي هاف. وبالآخر عنا ذي لما نقول هم، هم يملكون. خلينا نكتبون وي هاف، يو هاف أو يو هاز. مين بده يساعدني؟ يو هاف أو يو هاز؟ يو هاف مش هاز، هاز بس بنستخدمها مع هي وشي. وبالآخر عندي they هم يملكون، منقول they have. فإذا خلينا نرجع نقوله مع بعض. I have أنا أملك. بدي أسمعكم عم تقولوا معي على صوت عالي. I have أنا أملك. You have أنت تملك أو أنت تملكين. You have. He has هو يملك. He has. She has هي تملك. She has. We have نحن نملك. We have. You have للجمع أنتم تملكون. أنتم تملكون. They have هم، هم يملكون. أما هلأ فخلينا نشوف مع بعض كلمات تعلمناهم سوا من قبل، خلينا نجرب نتذكرهم بالإنجليش. خلينا نشوف شو عنا هون. عنا بالأول لوح. لوح شو يعني لوح بالإنجليش؟ بورد. بورد عدو من وراي على صوت عالي. لوح يعني بورد. بتاني صورة عندي طاولة دراسة. طاولة دراسة شو يعني بالإنجليش؟ ديسك. ديسك اكسلنت، بتتذكروها؟ ديسك يعني طاولة دراسة. بيرجع عندي كتاب. عندي كتاب. كتاب يعني بوك. بوك أخذناه من قبل. بوك يعني كتاب. أما هون فعندي قلم حبر. قلم حبر. انتبهوا في فرق بين قلم الحبر وقلم الرصاص. قلم الحبر منقول له بن. عيدوا من وراي بن. أما هلأ فعندي مبرات. المبرات من إلا شاربنر، أخذناها كمان شاربنر. عدوا وراي شاربنر. شاربنر شاربنر مبرات. أما هون فعندي هالمرة قلم رصاص، مش قلم حبر، قلم رصاص. بقول له بنسل. بنسل بن قلم حبر، بنسل قلم رصاص. بنسل. وبالآخر عندي مسطرة. مسطرة يعني رولر. رولر مسطرة. عيدوا من وراي رولر مسطرة. خلينا هلأ نستخدم الكلمات يلي عملنا لهم مراجعة ونعمل منهم جمل. نحن بالأول كتبنا verb to be، حطينا I have، you have، he has، she has، we have، you have، they have، يعني الفعل أملك مثل I have. خلينا نحط الكلمات يلي تعلمناهن. إذا بدي أقول I have a ruler. A ruler شو يعني ruler؟ أخذناها هي المسطرة. قول I have a ruler يعني أنا أملك مسطرة. استخدمت I، استخدمت verb to have لأنه لازم يكون عندي دايماً verb فعل بالجملة. I have a ruler أنا أملك مسطرة. أما إذا بدي أقول أنت تملك مبرات. مبرات شو بقول؟ You have
أنت تملك أو أنت تملكين a sharpener مبرات. فإذن أنت تملك أو أنت تملكين a sharpener مبرات. هلأ إذا بدي أقول هو يملك كتاب، كتاب قول he has a book. excellent a book بصير عندي he has a book هو يملك كتاب. أما إذا بدي أقول هي تملك قلم رصاص، قلم رصاص مش قلم حبر، قلم رصاص، شو بقول؟ she has a pencil. she has a pencil هي تملك قلم رصاص. she has a pencil. ننتقل لتاني ميلة. we have نحن نملك. إذا بدي أقول نحن نملك لوح، لوح شو هو اللوح؟ board. excellent بقول we have a board. نحن نملك لوح مثل هيدا اللوح. أما you have أنتم تملكون إذا بدي أقول قلم حبر، شو هو قلم الحبر بالإنجليش؟ pencil؟ لا، pencil قلم الرصاص، pen قلم حبر. قول you have a pen أنتم تملكون قلم حبر. بعد عندي they استخدمت ruler مسطرة، sharpener مبرات، book كتاب، pencil قلم رصاص، board لوح، pen قلم حبر. بعد عندي طاولة الدراسة desk. إذا بدي أقول they have هم يملكون طاولة دراسة، they have a desk. they have a desk هم يملكون طاولة دراسة. فإذن أصدقائي نحن عم نعمل جمل sentences. شفتوا شو هينين؟ استخدمت I, you, he, she, we, you, they واستخدمت معهم كمان verb to have. بكل جملة لازم حط verb فعل. استخدمت verb to have I have, you have, he has, she has, we have, you have, they have. ومعهم حطيت الكلمات يلي تعلمناهن. I have a ruler أنا أملك مسطرة. You have a sharpener أنت أو أنت تملك، أنت تملك مبرات أو أنت تملكين مبرات. You have a sharpener. He has a book هو يملك كتاب، هو يملك كتاب. She has a pencil هي تملك قلم حبر أو قلم رصاص، قلم رصاص pencil قلم رصاص. We have a board نحن نملك لوح. You have a pen أنت، أنت أو أنت أو أنتم. هون استخدمت you أنت أو أنت. You have المفرد أنت أو أنت. أما هون فعندي you الجمع أنتم. You have a pen أنتم تملكون قلم حبر، pen قلم حبر، pencil قلم رصاص. وآخر جملة عملناها they have a desk هم يملكون طاولة دراسة، desk طاولة دراسة. شفتوا شو هينين؟ بدي إياكم تجربوا لحالكم كمان تعملوا جمل، استخدموا verb to have واستخدموا الكلمات يلي تعلمناهن. هلا بالآخر خلينا نجرب نتذكر مع بعض أشهر السنة months of the year. تتذكرون؟ منبلش خلينا نقولهم مع بعض. January February March April May June July August September October November and December. كم شهر عندي أنا؟ 12 شهر. 12 months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نقولهم بعد مرة. بديكم تجربوا تقولوهم معي. January February
March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Excellent! Very good, أصدقائي. بديكن تجربوا تكتبون وتحفظون بالعربي وبالإنجليش. هلأ رح نسمع لأغنية الحلقة. Let's listen to the song. أنا بودعكن، بشوفكن بالحلقة المقبلة. Bye! The months of the year are 12. The months of the year are 12. Come sing with me, my dear. I love the months of the year. January, February, March, April, May, and June, July, August, September, October, of the year are 12. The months of the year are 12. Come sing with me, my dear. I love the months of the year.